أهلا بكم، ونبدأ غرفة الأخبار بملف الحرب في غزة والجهود الإقليمية والدولية المتواصلة للتهدئة مع محاولة أمريكية جديدة عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة للمرة السادسة منذ الحرب. وخلال محطته الثانية في القاهرة التقى بلينكن السداسية العربية ممثلة في وزراء يمثلون 5 دول عربية ومسؤول فلسطيني كبير، والذين شددوا على ضرورة حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة ومنع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لإصلاح السلطة الفلسطينية بما يمكنها من تولي زمام الأمور وتحمل المسؤولية في مرحلة ما بعد الحرب. نناقش الموضوع من القاهرة مع وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية الدكتور سفيان أبو زايدة. دكتور، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار مرة أخرى في سكاي نيوز عربية. أهلا بك. ما هي أولوية أنتوني بلينكن في هذه الزيارة السادسة إلى المنطقة منذ بداية حرب غزة؟ يعني في تقديري هي متعددة الأهداف. توجه اليوم ب الاجتماع السداسي مع كل من السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن والسلطة الفلسطينية، وغدا سيكون في إسرائيل. في اعتقادي هو يريد أولا أن يدفع المفاوضات حول صفقة الأسرى وهدنة مؤقتة يدفعها لكي لا تنهار هذه المفاوضات التي حتى الآن وفقا للمعلومات لم يحدث أي اختراق فيها. والأمر الآخر هو يتعلق بالوضع الإنساني في غزة وضرورة أن العمل على تخفيف هذا الوضع من خلال إدخال مزيد من المساعدات. والأمر الثالث هو يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب على غزة، بمعنى ترتيب المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب من خلال انهاء العدوان، اعمار غزة، بناء سلطة فلسطينية قادرة على تحمل اعباء المرحلة. عند هذه النقطة دكتور سفيان، يعني هل اليست الامور سابقة لاوانها؟ اليس يعني الحديث عن موضوع شكل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين يعني أليس سابقة لأوانه أمام يعني الخطر المحدق برفح؟ يعني هذا أكيد سابق لأوانه، ولكن طالما الحديث عن صفقة تطبيع سعودي إسرائيلي كما يعني الحديث يكثر، لأن رؤية الإدارة الأمريكية هي مرتبطة كل الأمور بعضها في بعض، بمعنى أن كيف هي ستغري نتنياهو على سبيل المثال أن يقبل بوقف الحرب إذا لم يكن هناك يعني استفادة لنتنياهو من هذه الخطوة. الاستفادة لنتنياهو هو التطبيع مع السعودية، وكيف للسعودية أن تطبع مع إسرائيل وفي ظل استمرار حرب وعدم وجود مسار سياسي. لذلك الحديث هنا هو ليس الحديث عن الآن، ليس الحديث عن غدا، الحديث هو عن المستقبل ليس بعيد. ولكن هذا أيضا لا يتناقض مع الجهد بضرورة أن يتم وقف الحرب وأن لا يكون هناك عدوانا على رفح في ظل وجود 1,250,000 فلسطيني. بمعنى يعني دكتور واضح، يعني عذرا على المقاطعة، ولكن يجب أن أذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي. إذن المشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري مباشرة من القاهرة إلى هناك. تأكيد أنه خلال لقاء الوزير مع سيادة الرئيس ومعي، ثم اللقاء مع وزراء العرب، كان موضوع غزة هو الموضوع الرئيسي اللي استحوذ على معظم المشاورات التي تمت. ولكن أيضا خلال لقاء السيد الرئيس واللقاء معي تناولنا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات السياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، والاهتمام المتبادل لاستمرار الارتقاء بهذه العلاقة والعمل على تدعيمها لمواجهة التحديات المشتركة، والتقدير المتبادل بأن كلما
توثقت العلاقات المصرية الأمريكية، كان لها إسهامها في تحقيق الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي. ولكن عودة إلى قضية غزة، فكان في كل اللقاءات تركيز على الوضع الذي وصلت إليه الحرب في غزة، أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار، الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، العمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق، سواء من حيث تعرض المدنيين للتداعيات الخاصة بالحرب وفقد أرواح هذا الكم من المدنيين، حوالي 32 ألف منهم حوالي 20 ألف من النساء والأطفال، المعوقات التي تحول دون زيادة المساعدات، أهمية التناول القضايا الأوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين والمقررات الشرعية الدولية. ولكن بالتأكيد أنه مواجهة الحالة الحالية من استمرار الحرب، من المعاناة الإنسانية، حالة التجويع التي تتم، وأيضا الوضع في رفح، وضع في رفح الآن في حيز ضيق جدا، يوجد حوالي 1,400,000 فلسطيني تحت أوضاع معيشية صعبة من كل النواحي، ولابد أن يتم معالجة أي تداعيات إضافية، ضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة المكتظة، لما سوف يترتب على ذلك من أعداد مزيد من الأعداد من الضحايا المدنيين، وأيضا ما قد يؤدي إليه من نزوح. وهي أمور المجتمع الدولي متفق بما فيها الولايات المتحدة على ضرورة تجنب هذه الفرضية. مباحثات مع الوزراء اتسمت بالصراحة والتعمق في أهمية العمل المشترك فيما بين الولايات المتحدة والوزراء العرب الحاضرين، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس وزراء قطر، وزير خارجية نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الأردن، السلطة الوطنية الفلسطينية، دولة الإمارات. كان هناك توافق على أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الحالية لخطورتها في إطار توسيع نطاق الصراع، ولكن التعامل مع القضايا الرئيسية كما تحدثت، وقف إطلاق النار، المساعدات، الرهائن، الأوضاع الإنسانية، لابد أن نعمل بشكل جدي وبإجراءات محددة من أجل التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية. برحب بمعالي الوزير ونتطلع، واتفقنا على استمرار التنسيق فيما بيننا، اتفقنا على أن يجتمع الخبراء في وقت قريب للاتفاق على خطوات ملموسة تتعامل مع قضية زيادة حجم المساعدات، ونتطلع بأن تكون لجهودنا المشتركة أثر في الوقت الراهن. ليس هناك مجال للانتظار، وليس هناك مجال لزيادة حجم المعاناة الإنسانية، وليس هناك مجال لاستمرار الحرب. نحن نأمل بأن نتعدى كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن الانتقام، مرحلة ينتهي فيها الصراع على أساس حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتنعم المنطقة في وكل شعوبها، الفلسطينيين، الإسرائيليين، بالأمن والأمان والتعاون، وفتح مجالات تستفيد منها شعوب المنطقة أجمع. برحب بمعالي الوزير وأعطيه الكلمة. Thank you.
سامح، شكرا جزيلا ومساء الخير لكم جميعا. أود أن أبدأ بأن أتمنى لكم رمضان كريم. صديقي سامح أوضح أن هذا هو يوم عيد الأم في المنطقة، لذا عيد ميلاد أم سعيد لكم جميعا. لقد عقدنا اجتماعات متعمقة مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وزملائي من المنطقة على مدى اليومين الماضيين، وخلال سفرتي في المنطقة اجتمعنا مع جميع شركائنا في المنطقة من السعودية إلى مصر، الأردن، الإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية. لكني أقدر كثيرا استضافة رئيس وزير الخارجية الاجتماع اليوم، وقد تحدثت إليهم بصورة فردية، ولكن كان من الجيد أن نجتمع وأن تسنح لنا الفرصة لكي نجتمع كمجموعة ونتشاطر الآراء حول أين وصلنا وإلى أين نتجه وكيف بإمكاننا تحقيق ذلك. وهنالك إجماع واضح حول عدد من الأولويات المشتركة. أولا، الحاجة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار ومستدام، هذا سوف يخلق الفسحة لتوصيل المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة كثير من الناس وبناء شيء أكثر ديمومة. نحن نعمل كما تعلمون مع مصر وقطر وإسرائيل على وضع مقترح قوي على الطاولة. حماس استجابت له والمفاوضون لا يزالون يعملون عليه، وهناك فجوات بدأت بأن تضيق ونحاول إلى أن نتوصل إلى حل في الدوحة. لا يزال أمامنا عمل صعب للتوصل إلى هناك، لكنه محتمل. الولايات المتحدة أيضا حاولت الحصول على قرار من الأمم المتحدة لدعم هذا المقترح. ثانيا، هنالك اتفاق كما سمعتم من الوزير شكري حول الحاجة العاجلة إلى زيادة واستدامة المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة. يجب ألا يموت الأطفال من الجوع وسوء التغذية في غزة أو أي مكان آخر في العالم. 100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. علينا ألا نسمح لذلك بأن يستمر. ثالثا، وقف إطلاق النار الذي نعمل عليه سوف يسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية، ولكنه ليس الطريق الوحيد. وبغض النظر، نحن نرى تحسنا على مدى الأسابيع الماضية في توصيل المساعدات، ولكن هذا ليس كاف. وكما قلت، علينا أن نزيد ونستديم المساعدات عبر الأرض، المناطق البرية والبحرية. وكبار المسؤولين اجتمعوا اليوم في قبرص من أجل توحيد الوجوه حول الممر المائي، ونحن نحاول أن نقوم ببناء مرفأ مؤقت لتوصيل المساعدات. وكما قلت، هذا الممر المائي هو عبارة عن تكملة وليس بديلا عن المساعدات الإنسانية، ويبقى الطريق البري هو أفضل طريق لتوصيل المساعدات الإنسانية. كما قال الوزير شكري، اتفقنا اليوم جميع الوزراء على أننا سوف نجمع خبراءنا على مدى الأيام القادمة للتعرف على خطوات واضحة وعاجلة وملموسة لتوصيل المساعدات الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تقوم بالمزيد. وغدا سوف نتحدث إلى شركائنا حول كيفية تنسيق جهودنا. وكما ذكر وزير الخارجية أيضا، ناقشنا قضية رفح وجميعنا نتشاطر في قلقنا هنا عليه. هنالك مليون شخص معظمهم نزحوا من مناطق أخرى من غزة. أي عملية أرضية برية هناك سوف تؤدي إلى مزيد من الضحايا والوفيات وتسبب في أزمة إنسانية. وهنالك طريقة أخرى للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس. رابعا، اتفقنا على الحاجة إلى السلام والأمن على المدى الطويل.
وهذا النقاش يتسق تماما مع المبادئ التي طرحتها في طوكيو قبل عدة أشهر، أنه يجب ألا يكون هنالك نزوح لشعب غزة أو إعادة احتلال لقطاع غزة، وهذا يتطلب حل مسار على أساس حل الدولتين يؤمن الأمان والاستقرار. وبالمقابل هذا يتطلب إصلاحات جادة من قبل السلطة الفلسطينية، وقد رأينا خطوات جادة في هذا الخصوص ومحاولة لإعادة تنشيط السلطة الفلسطينية بحيث تكون هناك حكومة تمثل الشعب بصورة أكبر بما في ذلك شعب غزة، وتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت السلطة الفلسطينية. إذا ما تابعت السلطة الفلسطينية في منهج الإصلاحات فسنرى حلولا، والاندماج مع المنطقة هو أحد لبناء الأمن والاستقرار، وهذا سيؤدي إلى التطبيع مع إسرائيل. في الأمس سنحت لي الفرصة للالتقاء مع الأمير محمد بن سلمان، وعقدنا نقاشات جيدة حول العمل الذي قمنا به على مدى شهور فيما يتعلق في التطبيع، وهذا العمل يمضي إلى الأمام. نستمر في تحقيق التقدم، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، وهذه ستكون فرصة تاريخية لبلدين وللمنطقة بشكل عام. إذا نظرنا إلى الشهرين الماضيين منذ أن كنت هنا في يناير، لقد عملنا عنكث مع بعضنا البعض ومع شركائنا العرب وعلى جميع هذه القضايا. لا طبعا هنالك اتفاق بشأن الأولوية، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية وإيجاد طريق واضح للأمام. أعتقد أن هنالك إجماع أيضا على الخطوة اللازمة للقيام بذلك. هذه أيام عصيبة، ولكن هذا يعيد التأكيد على إصرارنا على التوصل إلى مكان أفضل. شكرا. مجال سؤالين لكل وزير، نبدأ بأستاذة سارة الشرقاني. تفضلي من الدستور. سؤالي لمعالي الوزير سامح شكري. سيادة الوزير، لقاء اليوم ربما هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين وزراء خارجية 6 دول عربية رئيسية منخرطة في التعامل مع القضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة مع وزير الخارجية الأمريكي. بعد كل هذه اللقاءات والزيارات المكوكية اللي أجراها الوزير بلينكن للمنطقة، هل لك أن تطلعنا على نقاط أو مساحات الاتفاق والاختلاف الموجودة في كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وأيضا أن توضح لنا مدى تلاقي المواقف بشأن الرؤية المستقبلية للتعامل مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة؟ شكرا. أتصور أن هناك أرضية كبيرة من التوافق فيما يتعلق بتناول القضية. هناك اتفاق على أهمية وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وأن يتم ذلك في أقرب فرصة حتى يكون هناك مجال للتهدئة، مجال لزيادة حجم المساعدات. هناك تقدير لخطورة الوضع الإنساني في القطاع وضرورة التعامل معه، وبالتالي وضعنا هذه الأدية على مستوى المسؤولين المتخصصين لإيجاد الوسائل التي تزيد من حجم المساعدات. هناك أيضا توافق فيما يتعلق بالعمل على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري في منطقة رفح، والرفض التام للتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. كل هذه أرضية مشتركة، ولكن علينا أن نضع الآليات الخاصة بتنفيذ هذه الأهداف، وأن نتعدى ذلك إلى مرحلة لاحقة تتناول المنظور السياسي. الخاصة بتنفيذ هذه الأهداف وأن نتعدى ذلك إلى مرحلة لاحقة تتناول المنظور السياسي لهذا الصراع من خلال حل الدولتين. فلابد من تناول القضايا الوقتية الحالة والقضايا الأعم، حتى لا نستمر في الفراغ وحلقات المفرغة من العنف المتبادل وتحميل للأجيال القادمة بإرث من الدماء والانتقام. علينا أن نضع الآليات، ولدينا ثقة
في شريك كالولايات المتحدة لما لديها من علاقات خاصة بدول المنطقة بإسرائيل، تؤهل أن يكون لها دور مؤثر وبدعم ومعاونة من الدول الإقليمية ذات اتصال وعلاقات وثيقة أيضا بالولايات المتحدة. لكن نحن لدينا رؤية مشتركة حول إقليم ينعم بالاستقرار انتهاء هذا الصراع بعد 7 عقود، وعلينا أن نعمل ونكثف من عملنا وليس ولا نكتفي بأننا متوافقين على الهدف، ولكن أن نضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. أخذ سؤال تاني. أوكي، بامك from Reuters please. محمد حميدة من البي بي سي. حد تاني. رويترز. رويترز هير. سيستيسير هنا قدام. The front. That's fine. That's fine. Thank you, Mr. Secretary, Foreign Minister. Mr. Secretary, you mentioned Doha. سيد الوزير، أشرتم إلى الدوحة. هل يمكن أن تؤكدوا بأن المحادثات التي تجري قد تفضي إلى شيء أفضل؟ وتحدثتم كذلك عن اجتماعكم بوزير الخارجية السعودي. ما هي النتائج التي حققتموها فيما يخص تلك العلاقات العسكرية وكذلك التعاون النووي؟ ما هي النقاط الشائكة والعالقة؟ وبالنسبة لرفح، وزير خارجية إسرائيل قال إن إسرائيل ستسيطر على رفح وتقتحمها حتى لو عارضت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هناك تناقض بين تصريحات الإسرائيلية موقف الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم ذاهبون غدا إلى إسرائيل، كيف ستقنعون حليفا يعرف أنه ستكون هناك عواقب وخيمة حتى مع تلك التحذيرات الأمريكية؟ هل مصر ستسمح لحماس بالعبور عبر أراضيها للمرور إلى دولة ثالثة؟ وبشكل منفصل، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدة مالية لمصر وقالت إنها قلقة بشأن سجل حقوق الإنسان. كيف يمكنكم استخدام نفس المعايير مع إسرائيل؟ شكرا جزيلا. دعوني أشكركم على الأسئلة. أولا بالنسبة للدوحة، لا يمكنني أن أتحدث باسم مدير CIA وأجندته، لكن يمكنني القول إنه يقوم بعمل رائع مع الشركاء من قطر ومصر وإسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. والفرق تعمل على مدار الساعة، وكما قلت ما تزال هناك تحديات ونحن سددنا بعض الفجوات، لكن ما تزال هناك بعض الفجوات المتبقية. لا يمكن أن نتحدث عن إطار زمني محدد، لكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل التوصل إلى اتفاق، والجهود تستمر. وكان لدي الفرصة كذلك خلال هذه الزيارة للقاء زملاء في قطر ومصر لنتحدث عن هذا الأمر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تطبيع العلاقات وخطة التطبيع عملنا عليها منذ أشهر، وعملنا بكثافة عليها قبل هجمات 7 أكتوبر، وكنا نريد أن تكون المنطقة في شكل مختلف، وركزنا على الشق الفلسطيني فيما يخص تطبيع العلاقات. لكن على مستوى موقعنا حاليا، نحن حققنا تقدما مهما في الشهر الماضي أو نحوه، ونعتقد أن التقدم جيد، وإسرائيل يمكن أن تضع إطارا زمنيا لذلك، لكن نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق. فيما يخص رفح،
مرة أخرى نحن كنا واضحين، الرئيس بايدن كان واضحا وقال إن عملية شاملة في رفح ستكون خطأ وشيئا لا يمكن أن ندعمه، وليس هناك مكان آمن للمدنيين في رفح، ليس لهم أماكن آمنة يلجؤون إليها، وبالنسبة للذين سيتبقون هناك سيكون الوضع كارثيا على المستوى الإنساني بالنسبة إليهم. ولذلك نحن مصممون على غرار إسرائيل وباقي الأطراف في المنطقة على التعامل مع المشكلة التي تمثلها حماس، وذلك التهديد التي تشكله للعديدين، وحماس يمكن التعامل معها دون عملية شاملة في رفح. ونحن لذلك دعونا فريقا من إسرائيل سيأتون الأسبوع المقبل إلى واشنطن لنتشارك معهم آراءنا حول البدائل وحول الإجراءات البديلة التي يمكن اللجوء إليها للتعاطي مع هذه المشكلة الحقيقية، لكن بطريقة لا تمثل ضررا أكثر على المدنيين. فيما يخص السؤال المتعلق بحماس، وهو سؤال تخميني بالنسبة لأي ترتيبات قد تكون من جانب الدوحة أو القاهرة، وخصوصا المحادثات حول وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. لذلك أعتقد أنني لن أعلق على الأمر ما دامت المحادثات متواصلة، لكن أؤكد أن مصر ستبذل كل ما في وسعها وما في استطاعتها للتوصل إلى اتفاق من أجل أن يكون هناك أمن للمدنيين الفلسطينيين الذين أزهقت أرواح الكثيرين منهم، وخصوصا النساء والأطفال في الخمسة أشهر الماضية. لذلك سنواصل انخراطنا على كل الجبهات من أجل أن يحل هذا النزاع. وفيما يخص القضية المتعلقة بالمساعدة الأمريكية لمصر، هذه قضية ثنائية ولدينا محادثات متعمقة بشأنها، وهناك معالم واضحة تؤثر هذه العلاقة، ونحن لدينا تفهم عميق وهو يسهل مسألة الاستمرارية في التعامل مع هذا الأمر بما يعتمد على المصالح المشتركة لدولتينا. وعلى نطاق أوسع بالنسبة لازدواجية المعايير، نعم نحن قلقون لأن النظام الدولي يخضع للكثير من الضغوط بسبب ازدواجية المعايير التي تطبق عند التعامل مع النزاع في فلسطين بالمقارنة مع مناطق نزاع أخرى، سواء على مستوى الوضع الإنساني أو حقوق الإنسان أو العمليات العدائية ووقفها. وبطبيعة الحال هذا يسائل قيم النظام الدولي، لأنه في أي نزاع يجب أن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية العدائية وإيجاد حل عبر القنوات الدبلوماسية. لذلك أساس الأخلاق الذي يمكن أن نعتمد عليه في النظام الدولي يقودنا إلى القول بأن هذا النظام يتعرض لتحدي وضغط، والكثيرون في الدول العربية والإسلامية أصبحوا يرون أن هناك ازدواجية في المعايير، وهذا أمر يجب الإقرار به، وهو تحدي حقيقي لقدرتنا على العمل معا بشكل مشترك، وكذلك التعاطي بشكل استباقي مع أي أشياء ستحدث مستقبلا. أستاذ راندا أبو العزم من العربية، تفضلي. مساء الخير. سعادة معالي الوزير، أنا سؤالي للوزير سامح شكري وأيضا للوزير. يعني إحنا بنسمع تكرارا وحتى مجرد يعني استمعنا بالأمس أيضا عن حديث للحكومة الإسرائيلية ومن نتنياهو ومن مكتب نتنياهو عن قرب اجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا هناك سياسات إسرائيلية على الأرض بتدفع وبتؤسس للتهجير، التهجير الذي ترفضه مصر منذ اليوم الأول. هل لمستم من لقائكم بالوزير بلينكين أي
تغير في السياسة الأمريكية، ولا أقصد هنا بالتصريحات التي تستنكر، أقصد تغير في السياسة بمعنى أن الولايات المتحدة قد تفعل شيئا ما إذا ما اجتاحت إسرائيل رفح. هل لمستم هذه التغيرات في السياسة؟ وأيضا وجه سؤالي لمعالي الوزير أنتوني بلينكين، هل تنوون إذا ما اجتاحت إسرائيل رفح أن توقفوا تصدير الأسلحة لإسرائيل كما فعلت كندا مثلا أو كما تلوح ألمانيا؟ لأن هناك من يرى أن إسرائيل بتستخدم هذه الأسلحة تقتل بها المدنيين، ونعلم أن أكثر من 32 ألف مدني من بينهم 70% منهم من الأطفال والنساء قتلوا في هذه الحرب. هل تنوون منع الأسلحة عن إسرائيل كوسيلة ضغط بدلا من الاستنكار فقط؟ يعني أنا فعلا موضوع رفح ده مهم جدا وعايزة أعرف. شكرا. أنا لن أتحدث نيابة عن الوزير بلينكين، لكن أستطيع أن أؤكد بأنه تصريحات رئيس بايدن، تصريحات الوزير في كل مناسبة أكدت توافق الرؤى فيما بيننا حول الرفض التام لأن تكون هناك عمليات عسكرية في رفح في ظل الظروف الإنسانية الحالية والمخاطر المترتبة على ذلك، سواء على الوضع الإنساني، سواء فيما يتعلق بقضية التهجير في إطار تصفية القضية الفلسطينية، أو في الضغط ونقل العبء إلى دول أخرى سواء كانت مصر أو الأردن، وما قد يترتب عن ذلك من تعقيدات في إطار العلاقات الإقليمية، وتضع ضغوط كبيرة من الناحية السياسية فيما يتعلق بالقدرة على استمرار العمل المشترك وإيجاد الحلول للتحديات والتفعيل التنفيذ الكامل لحقوق المشروع للشعب الفلسطيني. أترك معالي الوزير يتحدث، ولكن نحن متوافقين على خطورة هذا الوضع وضرورة تجنبه، ومن جانبنا نتخذ كل الإجراءات المتاحة لنا للحيلولة دونه. يمكنني فقط أن أكرر موقفنا الواضح، وهو أن عملية عسكرية شاملة في رفح ستكون خطأ، شيئا لا ندعمه، وهي ليست ضرورية أيضا. أن نتعامل مع حماس بهذه الطريقة، سيكون لنا فرصة الأسبوع المقبل لنتشارك بالتفصيل هذا الرأي مع فرقاء الإسرائيليين، وكذلك نخبرهم رأينا بكيفية التعاطي مع هذه المشكلة بشكل مختلف. هذا ما نركز عليه في الأيام المقبلة. لن نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة الأمريكية. الوزير الأمريكي أنتوني بلينكين يقوم بزيارة سادسة إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة. هو وصل اليوم إلى القاهرة بعد زيارته بالأمس إلى السعودية، وسيذهب أيضا إلى إسرائيل. طبعا سامح شكري تحدث على أن المشاورات بين الجانبين المصري والأمريكي بحثت أهمية التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات وتجنيب رفح أي مأساة. إذن أعود إلى ضيفي من القاهرة وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية الدكتور سفيان أبو زيدة. دكتور أهلا بك معنا مرة أخرى، وشكرا على صبرك وبقائك معنا مع الوزير. ما أهم ما يجب التوقف عنده في التصريحات التي سمعناها قبل قليل من الوزيرين شكري وبلينكين؟ يعني هو يعني كان كله متوقعا، وربما تحدثنا في بداية صحيح. في بداية هذا اللقاء عن أهداف هذه الزيارة، زيادة المساعدات، عدم العمل في رفح في ظل وجود 1,250,000 الأمل على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى. ولكن لفت انتباهي عندما سئل بلينكين عن المفاوضات التي تجرى في الدوحة، قال أن يعني تقدمنا باقتراح وأن حماس قبلته، ولم يكمل ما هو الموقف الإسرائيلي. وأنا هنا أعتقد أن هناك يعني في بين الكلمات لبلينكين هو انتقاد للموقف الإسرائيلي الذي لم يتعاطى
مع المقترحات الموجودة على الطاولة، أو بكلمات أخرى أن بلينكين من وجهة نظري هو يحمل حتى الآن الجانب الإسرائيلي تعثر هذه المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق، لأن على سبيل المثال فيما يتعلق بنقطة مهمة في هذه المفاوضات وهي عودة النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من غزة والشمال إلى الجنوب، عودتهم إلى ديارهم، إسرائيل قالت أننا مستعدون ولكن بعد 3 شهور. هذا الأمر طبعا غير مقبول وغير مفهوم ولا يمكن أن يؤخذ به، ولكن يعني يفهم أنه لا يوجد تقدم حتى الآن. الأمر الآخر هو فيما يتعلق باجتياح رفح، الموقف الأمريكي واضح جدا، كرره بلينكين أنهم لا يرون أن هذا العمل ضروري، وأنه بكلمات أخرى أن على إسرائيل يجب أن تقدم على هذه الخطوة على الأقل في ظل وجود 1,250,000، ولديهم الأمريكان رؤية أخرى لإدارة هذه الحرب تختلف عن الرؤية الإسرائيلية. وغدا وغدا هو في لقائه مع نتنياهو ومع مجلس الحرب سيتحدث عن هذا الأمر، وأعتقد أن أيضا الوفد الإسرائيلي الذي سيذهب إلى واشنطن ويلتقي مع كبار المسؤولين هناك والذي يضم 3 من كبار المسؤولين، دان بريمر وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب جدا لنتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانيكفي، ووزير الدفاع يوآب هالاند، وسنرى أعتقد أيضا هناك سيسمعون إلى نفس الموقف الذي سيسمعهم له بلينكين غدا. نعم، وسنعرف إذا ما كان ستوقف إسرائيل هجمتها البرية على رفح أم لا، وستستمع إلى الرؤية الأمريكية إذا، وهذا الرؤية العربية الآن المشتركة يبدو أن هناك توافق على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور سفيان أبو زايدة، أنتم وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية، كنتم معنا مباشرة من القاهرة.